بسم الله. اليوم فاتح ماي 2024 1/5/2024. المكان أورير أكادير، أورير بالقرب من مدينة أكادير. أكادير بقات تقريبا 15 كيلومتر منها، وهنا كاينه بهذا الاتجاه كاينه تغازوت، ومن تغازوت الى تامري الى تمنارت الى الصويره. هذا الطريق الرئيسي رقم واحد، اللي هو من هذا الطريق الرئيسي اللي هو من طنجة للقويره. الطريق الرئيسي رقم واحد من طنجة للقويره هو هذا، يمر عبر هذه المنطقه ويعمر كذلك عبر البحر. هنا البحر كيبان هنا، وهذه المنطقة هي أورير. هذه اللي كتبان هنا مدينة أورير ذات كثافة سكانية وفي مناطق جبلية، مناظر وسط الجبال. يعني السكنة هنا في أورير لها قيمة، لأن كاين الجبل وكاين البحر. البحر كيبان هنا من وراء هذه الأشجار. البحر أورير جات على البحر. هذه مدينة أورير، مدينة أورير، مدينة أورير تابعة لأكادير، لولاية أكادير الكبرى. هنا منظر رائع، مدينة أورير، مدينة أورير تابعة لولاية أكادير. إلى منظر آخر إن شاء الله، إلى منظر آخر.